منيحة فؤاد. أهلا 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 خالتي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ألف حمد لله على السلامة يا خال. الله يسلم لي عمرك يا عنتيني، 5 سنين ما نشوفكوش. على العموم انتوا نورتوا مصر، اتفضلوا اتفضلوا. وراجع حال. روح الله يحرسك. ما تتأخرش يا بابا. لسه مجوش؟ طيب لما يجوا قولي لسعاد ان توفيق خطيبك اتكلم في التليفون، وانا هبقى اجي بالليل عشان اسلم على سميحة. حاضر يا سيد. هقول لها يا سيدي. مع السلامة يا سيدي. مين هذا الزلمة عم تحكي معه؟ سي توفيق خطيبي. خطيبك وبتخبي شخصيتك عنه؟ بقدرش اطيقه، ده تقيل قوي على قلبي. ليش رضيتي فيه؟ لما خطبني كنت صغيرة، ما عرفش الدنيا جنسها ايه ولا الحب طعمه ايه. وهلا عرفتي طعم الحب؟ ايوه. شو طعمه؟ حلو اوي. خبريني مين هو؟ لا ده سر في قلبي ما اقدرش اقولك عليه. وليه زعراء؟ انا بنت خالتك بتخبي علي؟ قوليلي، دمه خفيف؟ شربات. تقاطيعه حلوة؟ زي القمر. عنده مال؟ عنده جاه؟ ما عندوش، لكن اخلاقه كويس. وشو بتعملي باخلاقه؟ بتاكليها؟ الاخلاق هي كل شيء يا سميح. معلوم، لما القلب بطب ما بيعرف شيء غير الحب. شو بيشتغل؟ موظف جديد عند بابا، رئيس قسم الحرائر. يا الله يا سما يا ملائكي، كيف بتحبي موظف عند بيك؟ هيدا ما بصير. بيك ما بوافق على هالغرام، بيريد واحد من مركز ومن مقامه. الحب ما فيهوش غني ولا فقير يا سميح، وبابا بيحبني وبيحب ينفذ كل طلباتي، بس يا ريت احمد يحبني زي ما بحب. وهو اسمه احمد؟ ايوه. وما بحلك بحبه؟ لا ده حتى مش عارف اني بحب. يا دلي كيف بتحبي غيابي؟ هيدا حب من جانب واحد. طب واعمل ايه؟ ازاي هعرف اذا كان بيحبني ولا لا؟ فرجيني عليه، اذا كان منيح ببين من عينيه. طيب بكره هاخدك المحل عند بابا، واول ما اشوفه حدوس على ايدك. موافقه، بس اذا كان ما عجبني رح اقول لك رايي بصراحه. وان عجبك؟ ان عجبني رح الطشه منك وخليكي تتقلبي على نار الشوق. يا سلام، تشكيله في منتهى الجمال. مفيش شك، ده صنف ممتاز جدا، ده من صنع الزباهي يا ستان. بس النهارده انا جاي اتفرج، بكره حاجة اشتري. احنا في الخدمه يا ستان. ميرسي. في من فضلك كريب ماروكاني؟ لا مش موجود دلوقتي، تقدري حضرتك تتصرفينا بعد يومين. مش موجود ازاي يا اخينا؟ امال ايه ده؟ احمد مؤمن رئيس القسم قال لي ما بعش من القماش ده لانه صايد ومخلون وهيرجعوا المخزن. لا يا جميل، مالكش حق تنكر البضاعة عن الست. ايوه بس بس ايوه بس بس, بس ايه؟ تنكر عن البضاعة ليه؟ عندك خير فقوس؟ لا يا هانم، احنا هيجينا اعز منك، عايز كم متر؟ 6 متر. من عينيا الاثنين. اطلع لها يا جميل. حاضر. مبسوطة يا ستي؟ ربنا يجبر بخاطرك زي ما جبرت بخاطري. ايوه في الحقيقة يا ست، هو جبر بخاطرك قوي. ما تبقاش نمت. اهلا اهلا مدموزيل سعاد.
المحل نور. ميرسي قوي. اهلا مدموزيل سميحه، الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. يلزم خدمه، انا تحت الامر. ممنونين يا زلمه. زلمه؟ ايه زلمه، منك زلمه؟ لا انا زكي، انت مش فاكراني؟ فاكرتك رجال يعني زلمه. وين الرومي تبعي؟ مش عارفه، مش في الريون بتاع الحراير، لازم راح مشوار. تعالي نقعد عند بابا ونستناه لغايه ما يجي. لا مش عاجبني اللون. اهلا وسهلا، اهلا وسهلا، اهلا. ازيك يا جميل افندي؟ بدر منور، قمر 14، يعني زي البوم. داري جمالك من العين احسن ما يحدوك. ايوه طبعا معك حق. قل لي من فضلك، هو الاستاذ احمد مؤمن رئيس القسم موجود؟ رئيس اسم ايه بقى؟ اسم المسكي ولا اسم عبدين؟ اسم الحرايد. اسم الحرايد. لا مش موجود، هو في اجازه عشان عيان. عيان؟ لا سلامته. طب من فضلك توصل له الجواب ده، والده بعته له معايا. حاضر يا سيدي. هو عيان بايه؟ والله حرارته مرتفعه شويه اليومين دول يا سيدي. تهاني. دي قالت سلامته. سلامته يعني بتحبه، مفيش شك. مين اللي اداك الجواب ده؟ واحد جابولي من طرف والدك. والدي؟ غريبة اللي افتكرني بعد سنتين، يمكن عايز يصالحك. يا سيدي العفو، ما كانش باعني عشان خاطر مراته. يا سيدي قلبك ابيض. على اي حال انتوا ما تستغنوش عن بعض. عارف مين كان موجود ساعه ما جالك الجواب ده؟ مين؟ سعاد. سعاد؟ وعرفت انك عيان، وانا كمان يا عم عرفت انها بتحبك. بتحبني؟ مش معقول. زي ما انت بتحبها واكتر شويه. ده خيالها ما بيفرقش عينيا. دي اول ما سمعت انك عيان وتلاقيها اصفر واحمر واخضر. يا راجل بلاش مبالغه. يو بقول لك بتحبك يعني بتحبك. طب احلف لك بيه وحياه ما نسمي الارض وبرضع عني صحيح. طب بس ما تحلفش بحياتك. كويس قوي. يعني حصاوي. اسمع بقى، المهم في الامر انك تتلحلح شويه وتفهمها انك بتحبها. ما اقدرش، دي مخطوبه لتوفيق، وما افتكرش انها بتفكر فيا زي ما بفكر فيها. يا سيدي اقسم لك انها بتحبك جدا ومشغوله بيك جدا جدا جدا. انت حر بقى. يا ريت يا جميل، يا ريت بتحبني. لا تديني قماش محروق وشايط، مش عاوز ترجعه؟ البضاعه اللي تخرج من المحل ما ترجعش تاني. اعمل معروف، انا وليا غلبانه. يا ست روحي، احنا مش ناقصين دوشه. هات يا ست القماش ده. هتعمل ايه يا سي احمد؟ هنغير لها القماش. اديني التوب ده يا جميل. حاضر. ربنا يخليك ويطول عمرك. ده حقك يا ستي. عال قوي يا سي احمد، يعني حضرتك بتتحداني. بتبيع القماش الشايط للزباين ليه؟ احنا مش قلنا هنرجعه المخزن؟ القماش ده لازم تتحمل ثمنه من جيبك. لما صاحب المحل يوافق انا ما عنديش مانع. طيب لما اشوف الفوضى بتاعتكم دي ايه؟ انا هكلم صاحب المحل. محل وسطك. يا طالع 6 متر. حاضر. اي اي قطعتيلي اصابعي. اهو هو ده اللي هناك. اتفضلي يا ست، استلم البضاعه من الكيس. الله يسترك يا ابني. يا قصف عمره شو ما احلاه. مش قلتلك؟ والله عندك حق لما حبيتيه يا بنت خالتي. تعالي اشتري لك فستان من عنده عشان تبقي جنبه وتاخدي بالك منه كويس. اذا كان هيك بدي ابقى جنبه كل يوم. بس انا مكسوفه قوي. بس انا ماني مكسوفه، مشي خلصيني. اهلا وسهلا. مدموزيل سميحه بنت خالتي، ضيفه عندنا من لبنان. تشرفنا. يلزم اي خدمه؟ منريد قماش حرير مشان فستان. انا عندي تشكيله مدهشه، تسمحوا افرجكم؟ اتفضلوا. يدلي يدلي على ابتسامته الحلوة، إلك حق ترشفي وما تتمالكي عواطفك. بيدق بشدة، مش كده؟ إيه هو؟ قلبك. يا بختك يا عم من قدك، أمر 14 قدامك. اتفضلوا، دي أحسن تشكيلة في المحل. فعلاً، الألوان جميلة والذوق ممتاز. يدلي يدلي، هيدا صنف بيتوزن بالذهب يا سعاد. يعني عجبك؟ لك هيدا بيعجب كل مين بيشوفه. انا برضو بقول كده. تحب تاخدي اي لون؟ ايه اللي يعجبك؟ انا من رايي اللون ده لطيف قوي قوي. نحن من رايك اقطع لنا فستان 4 امتار. لا فستانين، واحد ليا واحد لسميح. امرك. المتر يا جميل. ايه رايك يا سميح؟ بيتاكل اكل. نظراته بتاخد العقل، ابتسامته بتسحر القلب. مش ليا حق احبه. مين ده اللي ليكي حق تحبيه؟ توفيق. اهلا وسهلا. مين ده يا ترى اللي حبه شاغل بالك؟ العصفور. عصفور؟ ما بتعرف العصفور؟ والله ما بعرف العصفور. احسن. ايوه العصفور كان عيان،
ودلوقتي الحمد لله. عصفور ايه؟ العصفور تبعها ما شفتوه؟ ابدا. احسن. احسن ليه؟ لانه لو شفته مش هتنام الليل. ايوه. ليه بقى؟ عشان حلو وجذاب. قصدها تقول انه صوته حلو كده. طيب مبروك يا سعاد، ولو ان العصفور ده هيخليني اغير منه. بتغار بس ما بيكفي، انت لو بتشوفه بتطير منه. يا ساتر يا رب، عصفور ايه ده اللي هيطيرني؟ يلا نروح لبابا. لو تسمح يا احمد افندي تبعت لنا القماش عند بابا. حاضر يا سعاد هاني. اعوذ بالله، ده اللي توفيق ده غلط قوي، يعني ما يلاقيش غير الساعه دي ويجي فيها. سلم سلم على الحبايب، قلبي والله عليهم دايم. سلم سلم على الحبايب، قلبي والله عليهم دايم. روحي بتشكي وعيني بتبكي من حب شفت العجايب. يابا يابا سلم على الحبايب، يابا يابا سلم على الحبايب. شبكوني بنظرة وفتوني، غرقاني بهمي خلوني. شبكوني بنظرة وفتوني، غرقاني بهمي خلوني. وما بتشوف النوم عيوني، بمشي بدربي وفكري غايب. وما بتشوف النوم عيوني، بمشي بدربي وفكري غايب. سلم سلم عالحبايب، يابا يابا سلم عالحبايب، يابا يابا سلم عالحبايب. كتير قاسي علي زماني، بواد الحسرة رماني. يا بابا عن قلبي بيعد خلاني، وحملني كل المصاب. يا ويل يا ويل يا ويل ويلي. سلم سلم عالحبايب، قلبي والله عليهم دايم. روحي بتشكي وعيني بتبكي من حب شفت العجايب. يابا يابا سلم عالحبايب، يابا يابا سلم عالحبايب. سلم علي حب قلبي، يلي امبارح كانوا قربي. سلم قلبي، يلي امبارح كانوا قربي. من قريب ضيع الغربي، كل شي فيها يبقى سايب. من قريب ضيع الغربي، كل شي فيها يبقى سايب. سلم سلم عالحبايب، يابا يابا سلم عالحبايب، يا با يا سلم عالحبايب، يا با يا سلم عالحبايب، يا با يا سلم عالحبايب. العلاج الوحيد انك ترفضه من المحل. قطع العيش وحش يا ابني، احنا ننزله المره دي. سعيده يا بابا. اهلا وسهلا. هو مين ده اللي تنزلوه يا عمي؟
احمد مؤمن. ليه؟ عمل ايه؟ اهني قدام الموظفين. ايه ده من غير سبب؟ ايوه من غير سبب. هالحكي ما داخل عقلي. بتجيبوا احمد مؤمن لهون وبصير تحقيق. القماشه سعاد هاني. ميرسي. العفو. اسمع احمد افندي، انت اتصورت على زكي افندي ليه؟ لانه باع قماش شايط لواحده خياطه غلبانه وما رضيش يرجعه. كده؟ وهو كان يعرف انه شايط؟ ايوه. كذاب. متشكر، بس احب افهمك اني مش كذاب، لان جميل قال لك ان القماش شايط وهيرجع المخزن وانت اللي ارغمته يبيع منه. انت بتتهمني بالغش؟ اذا كنت عملت كده يا زكي افندي تبقى غلطان. انا ما عملتش كده. مسألة بسيطة. يا سيد. افندم. ابعت لي جميل افندي اوامر. حاضر يا فندم. الحكاية مش محتاجة لده كله. كفاية احمد افندي يعتذر للسيد زكي وما تتكررش الاهانة دي مرة ثانية. انا ما اعتذرش عن حاجة ما حصلتش. تعال يا جميل افندي. افندم، في أي خدمة؟ ايه حكاية القماش الشايط اللي بعتوه للخياطة؟ والله العظيم هقول الحق ومش هقول غير الحق. طيب، قول الحق. اسمي جميل ابن رشيد ابن وجيه، عمري 29 سنة وماشي في 27، وبشتغل هنا موظف. قلت لزكي افندي ايه؟ قلت له يا زكي افندي القماش ده صايط ومخزون وبيقول من الهوا دبنه وما يصحش بقى نبيع منه للزباين. وبعدين؟ وبعدين؟ وبعدين سخط فيا وقال لي مالكش دعوه، انت تنفذ اللي بقول لك عليه. وبعدين؟ وبعدين نفذ اللي قال لي عليه. ها؟ وخلاص. اظن ده كفايه عن اذنك عشان الريون لوحده. استنى شويه يا احمد افندي. انتوا زملاء في محل واحد ولازم تتصافوا. انا ما احملش في قلبي اي حاجه لاي مخلوق. وانا كمان. تبقى صافي يا لبن. بدك المساله تصير صافيه يا لبن. عزومهم بكره على حفله عيد ميلاد سعاد. بالطبع كل موظفين المحل معزومين في الحفله. عقبال 100 سنه يا سعاد هاني. متشكره. وانت يا احمد افندي ما تنساش تيجي الحفله ان شاء الله. كل سنه وانت طيبه يا سعاد هاني. ميرسي. عن اذنكم. اتفضل. غريبة ان كل الموظفين اللي في المحل بيغيروا من الجدع ده. لازم مجتهد. فعلا هو مجتهد ونشيط وامين. مشان هيك بدهم يطلعوه من شغله يا حرام. سيبونا من الحكاية دي بقى. شبك يا سعاد منك مبسوطة؟ لازم تنبسطي. وتنبسط من ايه؟ مشان عصفور. عصفور؟ عصفور ايه؟ الله، انت ما تعرفش حكاية العصفور؟ ابدا. ايه الحكاية؟ يلا بينا يا سميح. ايوه يلا بينا. وبعدين يا عمي ابقى احكي لك حكاية العصفور. لا خليك، انا عاوزك. احسن خليك، خلصنا منك. خليك. جميل، انا جات لي فكره. خير؟ ايه رايك لو اشتري هديه لسعاد بمناسبه عيد ميلادها؟ هديه؟ طب ما انت يا سيدي هتقدم لها بوكيه ورد. الورد ده لابد منه، لكن عايز اجيب لها جنب الورد هديه تليق بمقامها. وهو كذلك. هات لها، اقول لك هات لها قلبك، او ده احسن هديه هتسعدها في عيد ميلادها. يا اخي الواحد ما يعرفش يتكلم معاك جد ابدا. اتكلم يا سيدي اتكلم. عاوز تجيب لها ايه؟ ايه رايك انت؟ جيبك عمران؟ الحمد لله. خلاص تعالى بقى نروح نشتري لها هديه تعيش معاها على طول وتفتكرك بيها دايما. تفتكرني بيها؟ طبعا. ما تعرفش ان الهدايا دي احسن حاجه تخش القلب من غير باسبور، خصوصا اذا كانت من حبيب القلب. ده حبيبتي الموجه. عندك حق. يلا بينا. يلا. مع جميل. وين رايح؟ داخل محل الهدايا اللي هناك ده. يمكن بده يشتري هديه لحدا. بعدين ننزل ورا. لا لا بلاش، ما يصحش. ما انا كمان بدي اشتري لك هديه.
مش عارفه ليه قلبي متاخد. هيدا حال المحبين عند التلاقي. ايوه خلينا مستنيين هنا ونشوفه لما يخرج. حالك عجب يا بنت خالتي، كيف بتحبيه ما غير ما تلغيه وتنجيه وتعرفي احساساته؟ مش عارفه، لما بشوفه ما اقدرش اتحكم في عواطفي، زي ما بيكون ساحرني. يا دلي يا دلي، اتمالكي عواطفك وتعتدي تدخل وراه على المحل. خد لها الحلق ده. لا انا عايز اخد لها البروش ده، هديه رقيقه تليق بجمالها. كويس، ما تنساش بقى تكتب لها عليه حبيتك من اول نشره. يا جدع بلاش هزار. ما بهزرش يا اخي. اي خدمه يا هواني. فرجينا احسن هدايا عندك. سعد هانم. استاذ احمد انت هون؟ ايوه انا كنت فهمت، جايه تشتري هديه لجوليا تبعك، ما هيك؟ ايوه هيك. أنا كنت عايز أشتري هدية للأنسة سعاد بمناسبة عيد ميلادها، ومحتارة أختار لها إيه. هدية مشان سعاد؟ أيوة. لا أبداً، ما تكلفش نفسك. يا سلام، ده أقل واجب أقوم بيه في مناسبة سعيدة زي دي. مش ضروري هدايا، أنا يكفيني شعورك. ده أنا اللي بعتبر نفسي أسعد إنسان في الدنيا، وأكون سعيد أكتر لو اخترت الهدية بنفسك. ملوش لزوم وحياتك. يعني عايزة تكسفيني؟ لا أبداً، ده اهتمامك بيا اغلى هديه تقدمت لي في حياتي. صحيح، انت بتسعديني بكلامك ده. بسعدك. ايوه. ايه رايك في البروش ده؟ لطيف جدا. دي هديه متواضعه، اكون ممنون لو قبلتيها مني. يعني لازم؟ اذا سمحتي. اتفضلي الوصل. اتفضلي مديرتك. مشاعر الحفلة هلت بهالورد الجميل. سعاد، هيدا أحمد اللي بعت الورد. ده أحمد، هو صحيح بيفكر فيا. يا حبيبي يا أحمد. براهنك على عمري يا سعاد، بتراهنيني؟ على إيه؟ على إنه أحمد بيحبك وبيهواكي. طب وإيه اللي عرفك؟ لأنه هالورد مثل رسالة الغرام، بيشرح لك فيه كل اللي بقلبه. صحيح، أنا مش مصدقة يا سميحة، مش مصدقة. هيدا الورد بيجمع بين ثلاث ألوان، اللون الأبيض علامة الإخلاص، واللون الأحمر علامة الحب، واللون الأصفر علامة الغيرة. غيرة؟ غيرة إيه؟ وبيغير من مين؟ من توفيق خطيبك. توفيق خطيبي؟ تفتكر كده؟ إحساسي بيقول لي هيك. طب وما بيصرحنيش ليه؟ ده حتى ما لمحليش إنه بحبني. أحمد بيعرفك إنك مخطوبة توفيق، وأخلاقه العالية ما بتسمح له على إنه يبوح بشيء حتى ما يفرق بيناتكم. تفتكري لو ما كنتش مخطوبة لتوفيق كان حط قلبه على إيده وقدم لك هو؟ يا سلام، يا حتة من فتلتي يا أحمد. جرايه يا جدعان؟ جرايه إيه؟ حاطير من الفرحة، فرحان بالنيابة عنك. عارف عشان إيه يا أحمد؟ عشان بعد شوية هنكون في حفلة عيد ميلاد موجة القلب. يا ترى الورد زمان وصل؟ طبعا وصل. لا اسمع بقى يا أحمد، أنا مش عاوزك تروح هناك تتلبخ وتتلخم، لا أنا عاوزك تكون جريء. يعني هعمل إيه؟ يعني تعمل ايه؟ يعني تاخد منها معاد وتبوح لها فيه بحبك. انا شجعتي بتخني لانها مخطوبه. ده انا لو منك شجعتي ما تخنيش ابدا. ده انا الطسها من توفيق على طول. تفتكر انها ما بتحبش توفيق صحيح؟ يا سيدي القلب ما يشعش اتنين، وانا سبق قبل كده وقلت لك انها بتحبك انت. يا ريت، بس مش متاكد. ما يلا بقى خلص الاوام، خلينا نوصل قبل المعازيم ما يجوا. بس اسمع يا احمد بقى، انا عاوزك تنفذ اللي قلت لك عليه، وانا متاكد انها هتفرمل توفيق وهتفتح لك قلبها وهتقول لك يا حبيبي تعالى الحقني شوف اللي جرالي من بعدك. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بيك يا تيزا. امال فين سعاد؟ جوه. اتفضل. ايه؟ ايش عم تفكري؟ مش عارفه ليه موهومه يا سميحه. موهومة من الفرحة اللي عم ترقص بعينيك، لأنه أحمد بده يشرف على الحفلة الليلة. سعاد، مبروك يا سعاد، عقبال ألف سنة، بس على شرط نكون مع بعض. متشكرة قوي. اسمع يا توفيق، أنا عايزك في حكاية مهمة بس لوحدنا. أيوة تحت أمرك، بس أما أحكي لكم آخر نكتة تهلك من الضحك.
نكتة ايه؟ مرة واحد لبس بدلة بيضة طلعت ممششة. بقى هيدي بتضحك؟ هيدي نكتة محمضة. محمضة؟ طب اسمعوا غيرها. مرة واحد لا 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 تعال يا توفيق انا عايزاك. يا سلام مش جايلها صبر. عايزة تبوسني على انفراد بتحبني. اسمع يا توفيق. ايوه انا عايزة اكلمك في موضوع مهم جدا. اتفضلي يا حياتي. انت عارف انك خطبتني وانا لسه صغيرة. ايوه وطول المدة دي بحاول انسجم معاه. وده احنا انسجمنا خالص. ما افتكرش انا حاسة انه لو اتجوزنا مش هنكون موفقين مع بعض. بالعكس هنكون اسعد زوجين في العالم. لا بتهيألك احنا مفيش توافق بينا. انت تقدر تتجوز واحدة تحبك وتسعدك. يعني ايه يا حياتي ما بتحبنيش؟ حاولت كتير لكن. لكن ايه؟ انا بحبك انا بموت فيكي. اذا كنت بتحبيني صحيح تفسخ الخطوب. يا خبر ازاي الكلام ده؟ اللي بيحب انسان يحب يريحه. ايوه بس مش بفسخ الخطوبه. يقولوا ايه الناس؟ ملناش دعوه بالناس. هما هيعيشوا معانا تحت سقف واحد. يعني دي رغبتك؟ ايوه. وبابا موافق على كده؟ بابا بيحبني ومالوش غيري في الدنيا واي حاجه في مصلحتي يوافق عليها. بس دي صدمه كبيره ما اقدرش اتحملها لوحدي يا سعاد. انت قتلتيني بالتصريح الخطير ده. يا خبر افسخ الخطوبه ما اتجوزكيش دي مصيبه. ده رايي الاخير. رايك الاخير في ايه؟ فريد بيه الحقني يا فريد بيه. تتصور انك تبني عماره زي عماره الاموبيليا وبعدين تنهد فوق دماغك. فوق دماغي انا؟ لا دماغي انا. ايه الحكايه؟ سعاد عايزه تفسخ الخطوبه. ايه الكلام ده؟ صحيح يا سعاد؟ ايوه يا بابا. ليه يا بنتي؟ ايه اللي جرى؟ انا شايفه انه لو اتجوزنا مش هنكون موفقين مع بعض وحاولت كتير اني احبه مش قادره. انت فكرت كويس في الكلام اللي بتقوليه ده يا سعاد؟ طبعا يا بابا. إذن يا بنتي ما اقدرش ارغمك على الزواج. يعني ايه يا فريد بيه؟ اتوافقها على رايها؟ ده حرام عليك. الزواج اساسه المحبه والتفاهم يا ابني. وما دام سعاد شايفه انها مش هتكون سعيده وياك، ما باليد حيله، لازم تنتهوا من بعض. ده رايك، مش تفكر شويه؟ افكر ازاي؟ هو انا اللي هتجوزك يا اخي؟ يعني خلاص مفيش امل. اتفضل دبله بتاعتك. لا مش عايزها. الوداع يا مامي. سعاد سعاد خلاص يا سميحة بقيت حرة. شو بقيت حرة؟ فسخت الخطوبة بسيني. حبيبي 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 ده جاي ده جاي جاي النهارده. أول ما قبله والعين تشوف وحخلي الروح تضم طيب. أول ما قبله والعين تشوف وحخلي روح تضم طيف. والقلب يسعد ويا أليف وتبقى فرحة الحب واحدة. أنا اتولدت بس النهار ده علشان حبيبي 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 ده جاي ده جاي جاي النهار ده. ليلي نهاري حشرح هوايا وعناي يا شهد. انا اتولدت بس النهار
النهارده علشان حبيبي 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 ده جاي ده جاي جاي النهارده. حيبوح بحبه وابوح بحبي لما ابقى جنبه ويبقى جنبي حيبوح بحبه وابوح بحبي وهني قلبه ويهني قلبه ونعيش في دنيا من المواد انا النار ده علشان حبيبي 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 حبيب ده جاي ده جاي جاي النهارده. بابو ايه الشياكه دي؟ انت بقى هتمسح كل اللي في الحفله يا راجل. بلاش مبالغه. تراهني على ايه؟ على ان سعاد اول ما هتشوفك بالوجاهه دي هتقع من طولها. لازم سعاد بعدها تستعجلنا. ايوه جاي على قد الشوق الجاي بعيوني يا جميل. مين؟ شفت افكار؟ احمد. افكار؟ ايه اللي جابك؟ قلبي يا احمد مش طايقه فراقك اكتر من كده. من امتى الكلام ده؟ انا عايشه في جهنم من يوم ما طلقتني. احنا خلاص افترقنا ومش ممكن نرجع لبعض تاني. تسمح يا جميل دقيقه واحده عايز اكلم احمد على انفراد. استنى يا جميل. حاضر. يلا يا جميل. حاضر 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 حاضر. دي مقابلة تقابلني بيها قدام جميل، اخص عليك يا احمد. ارجوكي، انا ما عنديش وقت للكلام ده، انا مرتبط بموعد مهم ولازم اروح. وانا مش ممكن هخليك تنزل. سامحني يا احمد، انا غلطانة، انا بتندم يا احمد. وايه يفيد الندم بعد اللي حصل؟ ياما نصحتك، ياما فهمتك ان راجل شرقي وما احبش مراتي تخرج من غير اذني. ياما قلت لك تبطلي بهرجة واستهتار وتهتم ببيتك وجوزك. لكن كل ده ما كانش بيهمك. انت لك حق في كل اللي بتقوله. أنا مش جاية لك علشان نفسي، أنا جاية أتوسل إليك ترجعني علشان خاطر. وآخرة اللطعة دي بقى؟ أما أشوف. أنت بتعيطي ليه؟ بعيط على اسمتي، أنا اللي جبت لنفسي ده كله، لكن ذنبه إيه المخلوق البريء ده يتشرد بينا؟ مخلوق؟ مخلوق مين؟ اللي جاية لك وعايزاك تردني علشان. أنا مش فاهم حاجة أبدًا. بعد ما طلقتني حسيت اني انك ايه؟ اني هجيب لك مولود. حامل؟ ايوه يا احمد، ولما تاكدت اني حامل جيت لك ندمانه بنفسي علشان الولد يتربى بينا. لا دي قلبت بغم. طب وبعدين؟ بعدين؟ بعدين اجري على الحفله الحق العشاء قبل البوفيه ما يتشطب. ولا بعدين ولا قبلين. اهلا 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 وسهلا نورتوها بدارنا. اهلا 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 وسهلا فيكم يا زوار. يلا نرقص يلا نضحك يلا نرقص يلا نضحك يلا نغني كبر وصغار. روحي عمال بتغني وقلبي عم يرقص عني. روحي عمال بتغني وقلبي عم يرقص عني. راح اغني واغني واغني زمر زمر يا زمر. Thank you.
أنسة يا سعاد، عيد ميلاد سعيد يا أنسة يا سعاد. متشكرة قوي. محدش جه معاك؟ أبدا، أنا جاي لوحدي حتى فتشتينا أهو. هيك لكان هيك هيك. قولوا لي أولا البوفيه طبطب ولا لسه؟ لسه. بس كويس كده عشان أطمن على معدتي. أحمد منو جاية؟ منو جاي؟ في الحقيقة أنا جاي أعتذر بالنيابة عنه عشان حصلت له مسألة عطلته في آخر لحظة. تصوروا إنه بعد ما لبس وتأيف طبت عليه اللي ما تتسمى. شو هالخبرية؟ مين هاي اللي ما بتتسمى؟ أفكار، أفكار جات له وهو جاي على هنا. أفكار؟ أفكار إيه؟ أفكار متعبة جدا، حب يزوغ منها، عملت له حركة كماسة وطوقته من جميع النواحي، ما عرفش يفلفص منها أبدا. هي مين دي اللي ما عرفش يفلفص منها؟ مراته. مراته؟ هو كان مجوز؟ ايوه، هو كان متجوز ومطلع مراته من شهرين ثلاثه، ودلوقتي بقى رجعت له علشان يردها لعصمته. رجعها؟ وقبل يرجعها؟ في الحقيقه هو ما كانش عاوز يرجعها لانها ست متعبه وكانت منسفه فريقه قوي، لكن احمد بقى قلبه طيب خالص. ممنونين من هالخبريه الساره. يا اخواني اتفضلوا على البوفيه. اتفضلوا. إلى البوفيه. ما تزعلي يا سعاد، هذا الشيء ما بقيه. دي صدمة كبيرة يا سميح. كل شيء بيتصلح. مشان تنسي أحمد، سافري معنا للبنان، هناك بتتسلي. فعلا انا لازم ابعد عن مصر، لازم انسى. اتركي همومك هلا وقومي معي على البوفيه احسن ما ادعوني لحظه شي. ما اقدرش اظهر قدام الناس بحالتي دي. وبعدين معي شيلي من قلبك. يا ريت اقدر اشيله من قلبي. انا عملت كده مخصوص على سند. اذا كنت نايم تصحى بسرعه يا سي احمد. ده انت اللي لسه نايم يا سي جميل. الله، ست افكار لا مؤاخذه، صباح الخير. صباح الخير يا سي جميل. صباح القشطه. وحياتك يا افكار، جيب لنا الشاي. حاضر. اتفضل يا استاذ. سكر. يا ترى عملت ايه؟ رحت الحفلة وهجمت لك على البوفيه وحطبت لك على ملاذ وصاب. واعتذرت عن عدم حضوري؟ طبعا اعتذرت لسعاد وفهمتها ظروفك بالظبط. يعني عرفت ان كنت مطلق مراتي وردتها؟ اه يا سيدي، ويا ريتها ما عرفت. ايه حصل حاجة؟ حصل، حصل انها كان هيغمى عليها من قوة الصدمة وسابت المعازيم ودورت الجري على اوضتها ورمينها سميحة. صحيح، لكن قصدك ايه من كده؟ قصدي انها بتحبك وانها وطي صوتك. وهي اذا ما كانتش ست افكار بتحبك كانت رجعت لك تاني. قول له والنبي يا سي جميل. قلت له والنبي يا اختي، بس هو اللي تملي ما بيصدقنيش وما بيفهمش قصدي. وهو مصلحته انه يكذب عليك. ايوه، انا مصلحتي ايه في اني بكذب عليك؟ بقول لك بتحبك يعني بتحبك، وتلاقيها يا عيني ما نامتش امبارح من الصدمه اللي جات لها. صدمه ايه؟ صدمه. انا قلت صدمه. امال قلت ايه؟ ابدا، انا قلت فرحه مش صدمه. فعلا انا عيني ما شافتش النوم من كتر الفرح كده. طيب يا ستي، ادي احنا رايحين على شغلنا وانت اشبعي نوم لحد ما ارجع. بس اوعي تحلمي بكابوس. لا اطمن، مش هتحلم بيه. صباح الخير. صباح الخير. اتفضل اقعد. تعرف اننا مسافرين على جبل لبنان بعد يومين؟ ايوه اعرف، ولو اني كنت احب انكم تقعدوا هنا اكتر من كده. بيصير مثل ما بتريد اذا نفذت شروطاتي واقتراحاتي. انفذ شروطاتك واقتراحاتك؟ اموري انا انفذ. نستنى هون لحين ما نقطع باسبور لسعاد علشان بدها تسافر معنا. ازاي الكلام؟ ونقدر ابعد عن سعاد؟ منيح، تقطع باسبور الك وباسبور لسعاد وبنسافر كلنا سوا. لكن ما اقدرش اسيب المحل. اذا ما بتقدر يا عمي خليها سعاد تسافر معنا وبترجع صحتها مثل الحديد. انت عايزه تسافر يا سعاد؟ ايوه يا بابا، عايزه اغير الجو لان اعصابي تعبانه شويه. تعبانه؟
تحبي اجيب لك حكيم يا بنتي؟ انا الحكيم تبعك، ووصلت لما انا لبنان شهر واحد مشان تنسى مساله فسوخة خطوبتها، وطبعا انت ما عندك مانع. لا ما عنديش مانع ابدا، اللي رايح سعاد يريحني. كتر خيرك يا بابا، انا من بدري بكره هسعالك في مساله الباسبور، لكن تسافرهم في المركب مش في الطياره. امرك يا بابا. انا جيني اعز منك يا بنتي. اول ما توصلوا ابعتوا لنا جواب، اوعوا تنسوا الجوابات، مجرد ما توصلوا. مع السلامه. مع الف سلامه. مع السلامه. نار العشق يا بنت اختك، لكن رايح فين ومسافر على فين؟ يمكن عرف انك مسافره واجت هيشوفه. مش بعيد يا سميحه، روح شوفي قاعد فين ومع مين. مش قصدي يكون مع مرته وجوز يكون غير كده؟ مش يمكن جميل بيكذب علينا، يكون احمد مش متجوز ولا حاجه. ليش تكذب؟ هيدي اوهام الحب يا عاشقه. بدك تتاكدي روح تدور عليه وبجيبه لهون ونفهم منه كل شيء. صحيح تقدري؟ حاول، بس اذا كان متزوج بكون هالمقابله الوداع الاخير. وان كان مش متجوز اتركيني بقى اصارحه بحبك له عشان ما تتعذبي اكتر من هيك. هيدي عين الصواب حتى تنتهي المساله. يا هيك يا هيك. لحظه، استاذ احمد. انسه سميحه، شو هالفرصه السعيده؟ انتوا مسافرين على فين؟ مسافرين لاسكندريه ومنها الى لبنان بالباخره ان شاء الله. كده؟ وزي سعاد هاني؟ والله صحتها متوعكه شوي ومسافره معنا للبنان مشان تتغير الجو. مسافره؟ انا عم فكر انه تيجي تقعد معنا شوي بالصالون احسن ما تقعد لوحدها. بس يعني ما في تكليف. تفضل تفضل. ما فيش مانع. نهاركم سعيد. سعيد مباركت. تفضل. متشكر. اهلا وسهلا. بعرفك يا استاذ احمد بامي، بتعرفك من قد ما بنتحدث عنك. تشرفنا. تفضل يا عيوني. وليش ما جيت في عيد ميلاد سعاد مع موظفين المحل؟ انا اسف، كان بودي احضر لكن حصل لي ظرف طارئ. على العموم انا شاركت سعاد هانم في الحفله بشكر. متشكره قوي على الورد، لك ذوق جميل في اختيار الزهور. العفو، دي تحية بسيطة. والأنسة سعاد هتقعد في لبنان كتير؟ تبع الظروف لحد صحتي ما تتحسن. سلامتك، ألف سلامة. والأستاذ أحمد مسافر لوين؟ مسافر طنطا. والدي بعت لي تلغراف إنه عيان جدا ورايح أشوفه. وليش ما خدت مرتك معك؟ والله قلت في الأول أروح أطمن على صحته. الله يشفيك. بدي اسألك سؤال يا أستاذ أحمد بس من غير إحراج، بتجاوبني؟ تفضلي. ليش كنت دشرت مرتك؟ دشرتها؟ يعني طلقتها؟ والله ما كانتش مريحاني، وأخلاقها مش متفقة مع أخلاقي، ولما يأست من إصلاحها طلقتها، وبعد 3 أشهر تقريبا جاتني ندمانة، ووعدتني إنها هتعيش معايا بما يرضي الله، عشان كده رديت. خير ما عملت، أنت إلك ثواب كبير عند الله. سامحني يا احمد، انا قسيت عليك كتير ومراتي ظلمتك كتير. ما تفكرش في الحاجات دي يا والدي، احنا ما نستغناش عن بعض ابدا، بس شد حيلك. الشد على الله يا ابني، يلا حسن الختام والبركه فيك. ربنا يشفيك ويكتب لك الصحه والعافيه. ربنا ما فيش اكرم منه على عبيده، ولكل اجل كتاب. بس وصيتي لك يا ابني انك تسامح مراتي وتخلي بالك منها.
ايوه، محدش بيملك من امر نفسه حاجه. اللي زي مرات ابوك يعني تورث قد ايه؟ احنا في ايه ولا في ايه افكار؟ وده وقته. اسمحي احمد، انا عايزك تفتح كويس ساعه تقسيم الميراث. بدل ما تتكلمي على ثروته اقري على روحه الفاتحه احسن. ده انا هقرا على روحه الفاتحه قوي علشان خاطر عيون ثروته. انا بقدم استقالتي لسيادتك وكل اسف لتركي عملي هنا، لان هستغل ميراث والدي وافتح محل تجاري لحسابي. ربنا يوفقك يا ابني، واتمنى لك كل خير، وتاكد انه لو ما كانش كده كان مستحيل افرط فيك ابدا. انا متشكر جدا. مع السلامه، خلينا اشوفك ان شاء الله. بالعكس، انا مش هشتغل موظف بسيط في محل اخونا احمد مؤمن الجديد، انا هشتغل وكيل المحل. لا، مش هشتغل وكيل المحل، هشتغل مدير المحل. وانتوا مش فاهمكم في اصول التجاره اذا كنت انت ولا سي احمد بتاعك. على الاقل احنا ما نعرفش نغش الزباين زي سيادتك. اخرس، بلاش قله ادب احسن اذيك. يعني هتعمل فيها ايه؟ هتنفدني؟ انا مرفوض جاهز، انا مقدم استقالتي مع اخويا احمد مؤمن في 60 داهيه. اذكرك. مع السلامه يا استاذ احمد. متشكر يا اخي. حفظ الله. الله يحفظك. مع السلامه يا استاذ احمد، خلينا نشوف. ان شاء الله. اهلا زكي، اظن دلوقتي صافي يا لبن. طبعا طبعا، احنا اخوات يا اخي. مفيش حاجه في قلبك من ناحيتي؟ لا ابدا مفيش حاجه. طيب يا اخي، السلام عليكم. مع السلامه. يلا يا جميل. في واحد هنا اسمه احمد مؤمن. ايوه يا فندم. استاذ احمد يلزم خدمه؟ التلغراف علشان. تلغراف كويس خالص. مين مات بقى الدور ده؟ هتقول الثاني يا عم. علمت من الجرائد بوفاه والدكم، الهمكم الله الصبر والسلوان، وأسكن الفقيد فسيح جناته. شو آخرة هيدا يا سعاد؟ جاي لهون مشان تتعيشي على ذكرى أحمد وتزيدي نار الهوى نار؟ مش قادرة انت، أفكاري كلها عايشة معاه. أنا حاولت كتير أدفن حبه في قلبي، ما قدرتش. انت خيالية كتير، هيدا حب من دون امل، لا تتشعلقي بحبال الهوى. غصب عني، ده أول حب دخل قلبي، وحيكون آخر حب في حياتي. أنا مش قادرة أتصور إنه حيجي يوم عليا وأنسى أحمد. أنت لو بيصير لك شي لا سمح الله، ما بينفعك لا أحمد ولا بلوط، فاهمة شو عم بحكي؟ أيوة فاهمة. وهلأ مشي معي عالبيت، ولا تفكري غير بصحتك وشبابك. بتحب تسمع مني يا زلمة نادرة؟ احكي دخل صرنيتك يمكن تفتح نفسنا للأكل. إذا كان منشان بفتح نفسك للأكل ما نحكي شي. لك ليش يا أفعر؟ منشان نفسك مفتوحة جاهزة وننفتحك أكثر من هيك بخاف لا تزلطينا فوق الأكل. ليش ما بتاكلي يا بنتي؟ ماليش نفس. بفتح نفسك بنكتة مصرية جديدة بتحبي تسمعي؟ اتفضل يا عمي. واحد اشترى ساعة رماي مضمونة 10 سنين من محل، مفهوم؟ مفهوم. هو اشتراها من هون وهي وقفت من هون، مفهوم؟ افهمنا. وقفت وبعدين؟ رجع للساعاتي وقال له كيف ساعة رماي مضمونة 10 سنين وبتوقف بعد 10 دقايق؟ قال له ساعتي وقفت. قال له ايه وقفت. قال له زمر لا بتمشي. منيحة يا بي منيحة. لا هيدي منا منيحة، هيدي نكتة بايخة، لأنه سعاد ما بيحكي. شو بك يا سعاد؟ ولا حاجة يا عمي. وليش ما عم تاكلي يا بنتي؟ أصلي شبعانة. ما عجبك الأكل؟ عجبني قوي بس. اتعشي يا سعاد، سدي رمقك. لما أجوع أباكل عن إذنكم لأني تعبانة. Thank you.
عن عيني قريب من قلبي وبعيد عن عيني وخيالك جنبي دايما يواسيني ده خيالك جنبي دايما يواسيني يا قريب يا قريب من قلبي في الحب عذابي وبكيت وطويت في هوايا شبابي حبيت وشكيت في الحب عذابي وبكيت وطويت في هوايا شبابي والعمر انراح انا كنت ارتاح ده العمر انراح انا كنت ارتاح لكن حبي لسه بتكويني لكن حبي لسه بتكويني يا قريب يا قريب من صحيح. انت لسه بتسألني يا حبيبي، انا حبيتك من اول ما شفتك. وانا كمان حبيتك من اول ما شفتك. وليه ما صرحتنيش؟ ليه ما قلتليش انك بتحبيني؟ لو كنت فهمتني كده ما كناش اتحرمنا من بعض المدة الطويلة دي كلها. كل شيء في الدنيا له وقت واوان، واحنا لو كنا انحرمنا من بعض اهو جه الوقت اللي هتسعد قلوبنا بنعيم الحب والسعادة. يعني مش هنبعد عن بعض بعد النهاردة؟ أبدا يا حبيبتي، مفيش قوة في الوجود تفرقنا عن بعض. يا حبيبي سعاد، مين هالشاب؟ سميحة، ده أحمد. أحمد جه من مصر علشان لشو؟ أحمد؟ أيوة، أحمد مؤمن. لشو أحمد؟ يا ملائكة، يا سماوات، هيدا منو أحمد، استرها يا الله. يا
بعناية الله. انت جيت منين يا زلمة؟ انا ما علي حق، اجت هالمدموزيل وسألتني عن مرتي، قلت لها طلقتها. يحرق هالعشق اللي لخبط عقلاتها. فعاد حبيبتي، بتريدي احملها معك على البيت؟ اي والله بكون ممنونة. هيدا انهيار عصبي من اثر صدمة عنيفة هزت عواطفها، لازم ترتاح وما تفكر بشيء. شو فكرك يا برهوم؟ فكري نبعث مكتوب بيها نعلم بمرضها. انا رأيي نسفرها مصر عند بيها، لانه لو عرف بمرضها رح يكون زعلان منا كتير. هيدا عين الصواب. اذا بسافر انا وبنتي معها. لازم احضار الدواء هلا. ما في مانع. خاطركم. مع السلامة. سعاد. أحمد، اصحى يا أحمد. قم بقى يا أخي، ما تبقاش خمنوم. يا سلام عليك يا أفكار، مش عارفة إن النهاردة الجمعة وده اليوم اللي بستريحه بالبيت. طب خليك نايم بقى وأنا رايحة للخياطة. هو كل يوم خياطة؟ حتى يوم أجازتي مش عايزة تقعدي معايا في البيت؟ ليه؟ خايف تقعد لوحدك؟ برضه ضربت تردي عليا؟ ثم ايه الفستان اللي انت لابساه ده؟ ماله؟ انا مش قلت لك 100 مره ما تخرجيش بفستان مكشوف بالشكل ده؟ اهي كل الستات بتخرج كده واكتر من كده كمان. احنا مالناش دعوه بغيرنا، احنا ناس بنخاف ربنا، والست ما يصحش تتعرى بالشكل ده، ده حرام حرام. لا حرام ولا حاجه، انت اللي حنبالي بس زياده عن اللزوم. خليك مودرن وساير الزمن. هو المودرن ان اسيبك تخرجي عريانه عشان الناس تبحلق فيكي بعينيها؟ يعني عايزني البس حبره ويشمك واخرج في الشارع زي خيال المآتة؟ نوري عليا، مش عاجبك كلامي؟ ايه العفو، ودي تيجي يا شيخ احمد مؤمن. طب اقلع الفستان ده حالا دلوقتي. وبعد ما اقلعه اعمل فيه ايه؟ ارميه من الشباك؟ احدفه في الشارع؟ تقطعيه وما تلبسهوش تاني ابدا كده اهو. دي اخر مره انزلك فيها وانت حره بعد كده. ايه نتيجة الكونسلت يا دكتور؟ وعندها ايه؟ أعصابها منهارة ومحتاجة لراحة تامة. وانهيار الأعصاب ده يجي منين؟ بنتك بتعاني أزمة نفسية شديدة جدا، ومن رأيي إنها دايما تعيش في جو مرح. دي مسألة بسيطة نقدر عليها. خلوها تضحك كتير وتكون مفرفشة، ده العلاج الوحيد. أما الأدوية اللي كتبناها فدي وسيلة تساعد على تحسين حالتها. يعني دايما خلوها مفرفشة وبتضحك. إذا كان على كده أنا مستعد أعمل لها أراجوز. خلاص شطبنا النهارده، وبكره الجمعه عندي اجازه، وبعد كده هعزمكم على حته نتفه فيلم انما يفطس بالضحك، وبعد كده هنروح نشم هوا في حديقه الحيوانات. اشمعنى يعني جنينه الحيوانات؟ عشان يحشوني هناك في قفص القرود. دمك خفيف تتمسخر على حالك؟ لا والله انا بتكلم جد، تحبوا اقلد لكم القرد؟ ايه فرجينا بحياه ربك. انا هوريكم. ازيك يا خالتي؟ عمتي في البيت بتسلم عليك. بتفضلوا زريب احسن، بتوحشينا قوي. شو عمتك؟ من فصيلة هالغوريلا؟ مال اسمها شمبانزي هانم. ازاي ضخمتك؟ اتفضل، مصروف النهارده عشان تشتري بيه بونبون يا نحيل القوام. خد خد، ما تسيبش جنب الحيط احسن تدوس لك ترمواي ولا حاجه. بس كيف الفيل بيفهم الحكي؟ اصل متربي في روضه الاطفال. يحرق عمرينك يا زلمه، والله دمتك مثل السكر كده. ايه ما دام مثل السكر ادوب انا. Thank you.
عندك يا فندم. 10 مرحب على عيونك يا خيتي. امال فين سعاد هاني؟ نايمه في اوضتها. تريد اصحي لك اياها؟ لا لا، خليها مرتاحه احسن. دي فرصه عشان اكلمك على انفراد. بتريد خدمه؟ ايوه، خدمه كبيره قوي. والخدمه دي في ايدك انت. شو بتريد؟ انا بحب سعاد وعايز اتجوزها. ها؟ سعاد ما فاكره بالجواز ابدا. انت تقدري تقنعيها والبركه فيكي. ارجوك ما تفتح لها السيره، لان سعاد ما بدها تتجوز ابدا، حتى ولو كان ملاك نازل من السماء. انا بعرف سعاد اكثر ما بعرف نفسي. عن اذنك مشان اصحيها. الو، انا احمد مؤمن. وضحت؟ جابت ولد؟ متشكر يا دكتور، انا جاي حالا. اسمع يا جميل، انا رايح المستشفى، خلي بالك من المحل، يمكن ما جيش طول النهار. خير ان شاء الله. مراتي جابت ولد. ولد؟ الف مبروك. ابقى سلم لي عليه. يوصل. اذا عوزت اي حاجه اضرب لي تليفون. وهو كذلك. اهلا وسهلا، ازاي الصحه؟ كيفك انت؟ الحمد لله. وازاي سعاد هانم؟ نشكر الله. يلزم اي خدمه اقوم بيها؟ بريد كلفه مشان فستان، رحت لعند جوز خالتي ما لقيت عنده، قد يمكن الاقي عندكم. بكل سرور. جميل افندم. شوف سميحه هانم، من عليا الاثنين. انا كان بودي اخدمك بنفسي، انما انا مرتبط بموعد مهم ولازم امشي. توصل بالسلامه. اتفضلي. يا سلام، ده سي احمد هيطير من الفرحه. ليه؟ مراته جابت له ولد. ولد؟ جابت له ولد؟ وانا متاكد ان الولد ده هيطلع حلو وظريف زي تمام. عارف عشان ايه؟ عشان خاطر مرات احمد كانت بتتوحم على جمالي انا. اذا كانت وحمت على جمالك، يجب على احمد انه يشكر الله اللي جابت له ولد، لانه لو جابت بنت كانت حتبور وما حدا حيتجوزها مشان جمالك الفاقع. يا سلام، متشكر جدا، ده من ظروفك انت. كويسة قوي. ما دام عجبتك النكته دي هقول لك اقدح منها. مره واحد قابل واحد صاحبه في شهر رمضان، قال له ها ازاي حال الصيام وياك؟ قال له والله انا فطرت اول يوم ما تعبتش، قلت في عقلي بالي هو دفطر على طول. كويسه النكته دي؟ لطيفه قوي. اهو انا مستعد اقول لك نكت طول حياتي واخليكي ما تبطليش ضحك ابدا. متشكره قوي يا زكي يا فندم. الله، ما بلاش زكي يا فندم دي بقى. قولي لي زكي بس، زكي حاف من غير غموس، وانا واثق انها هتطلع من بقك زي الشهد. ايوه بس. بس ايه يا سعاد هاني؟ انت مش حاسه بيا، انا بحبك ومش قادر اعيش من غيرك. صحيح انت غنيه وانا فقير، لكن الحب هو الشيء الوحيد اللي عمره ما فرق ابدا بين غني وفقير. زكي يا فندم. ارجوكي سيبيني اكمل كلامي. انت الانسانه الوحيده اللي هتردي لي حياتي، ولو قبلت تتجوزيني هتردي لي روحي وحياتي. اتجوزك؟ انت بتقول ايه؟ بقول انك لو قبلت تتجوزيني هكون خدام الارض اللي تحت رجليك. ارجوك شيل الفكره دي من دماغك، انا مش ناويه اتجوز ابدا. انت بتحكم عليا بالاعدام يا سعاد هاني، وانا يستحيل اتجوز غيرك حتى لو عشت طول حياتي عازب. سميحه انت جيتي؟ جيت بعد ما لفيت الدنيا على الكلفه المطلوبه. انا همشي بقى، استاذن انا. بكير يا زكي افندي، لسه ما شفتك. معلش، وقت تاني. رفار. مع السلامة. الله يسلمك. وريني الكلفة. انت جبت الكلفة من عند احمد. احمد؟ ايوه. وليه ما كنتش عايزاني اعرف انها من عنده؟ لا ابدا، بس رحت لعند ابوكي ما لقيت، جبت من عنده. شفتي احمد؟ لا ما شفت. الله، مالك يا سميحه؟ زعلانه من ايه؟ ماني زعلانه. سمعتي حاجه تضايق عن احمد؟ لا ابدا، بس ارجوكي ما تفكري باحمد بعد هلا، شيلي من فكرك، اقطعي كل امل بينك وبينه. ايه الحكايه يا سميحه؟ بالاول كان عندي امل انه احمد يمل من تصرفات مرته ويطلقها ويتجوزها، اما هلا ما بقى يقدر يزكى ابدا. مين اللي قال لك الكلام ده؟ شفت احمد وعرفت انه مرته جابت له ولد، يعني صار اب. اب؟ Thank you.
قلبي بيهوى غصب عني، قلبي بيهوى غصب عني، والحب يا ريته بيرحمني. صبرني يا ربي صبرني، صبرني يا رب صبرني. والعقل ازاي ما يفكرش في اللي بيهوى، والروح وياه في اللي بيهوى، والروح وياه. صبرني يا ربي صبرني، صبرني يا رب صبرني. علاجك الوحيد انك تتجوزي غيره، بهالطريقه بتنسيه وموجود من يحبك ويهواكي ويتمنى يكون رهن اشارتك. فعلا انا لازم اتجوز. اتفضلي يا ست هاني. خد البس الكرافتة السودا دي. ليه؟ حد توفى؟ خلاص مات، توفى إلى رحمة الله تعالى. مين هو؟ شوف شوف صورة الجنازة دي. سعاد اتجوزت زكي؟ ازاي الكلام ده؟ ما بقاش فيه في الدنيا مستحيلات يا سي أحمد. أيوه
مالك اصفريت كده ليه؟ ما عليك يا سيدي، انا عارف انك لسه بتحبها ومش ممكن تنساها، لكن بقى ده شيء مش بايدك يا سي احمد. لا يا جميل، دلوقتي هيكون بايدي، هحاول ما افكرش فيها لانها اصبحت ملك غيري. ايه الرقصة اللي تهوس دي؟ يعني عجبتك؟ ده انت تعجبي الباشا. يعني ما عجبش حد. ايه رأيك في الهدية دي بقى؟ الله، دي جنان. يعني ذوقي جميل جدا، دي الزهر غالية قوي. ما يغلاش عليك غالية حلوة. طبعا، ما انت اتجوزت بنت صاحب المحل. وليه ما تقوليش ان بقيت صاحب المحل؟ ازاي؟ فريد ابو مراتي مسلمني كل حاجة من ساعة ما اتجوزت بنته. يبقى ليا حق غير من مراتك. ده جواز مصلحة، لأن كلها سنة ولا اتنين وابوها ينتقل إلى رحمة الله، وانتقل انا بثروته كلها الى احضان حبيبتي فيفي. متو كده؟ طيب احجز لي نص الكميه. ولا عربون ولا حاجه يا اخي، ده انت اسمك في السوق وسمعتك زي الالماظ. العفو العفو، ده انا اللي متشكر. السلام عليكم. مش كمل واجب انك تكتب معاه شروط؟ شروط؟ يا ريت كان عندنا كام زبون بالشكل ده. الو، محلات فريد، حضرتك ازيك يا فندي؟ اهلا وسهلا. ازيك يا سيد مصطفى؟ كده احمد مؤمن خد نص الكميه. خدها بسعر كام؟ طيب انا موافق، احجز لي النص التاني. شروط ايه يا راجل؟ هو احنا نعرف بعض من النهارده؟ طبعا طبعا يا اخي، انا موافق موافق. ربان. احنا كنا بنقول ايه؟ اسمعوا، انا عايز البضاعة اللي مش داخلة التسعيرة ترفعوا تمنها بنسبة 20%، مفهوم؟ مفهوم يا مفهوم. بالعكس، لازم نبيع البضايع باسعار متهاودة عشان يزيد الاقبال، وبكده نقدر نبيع اكبر كمية من الاصناف، لان البيع الكتير بمكسب قليل اربح من البيع القليل بمكسب كتير. اهو كده الحداقة. يلزم بقى اي خدمة تانية؟ لا مفيش حاجة. ميرسي. صباح الخير. صباح الخير. ايه عملت ايه؟ كل حاجه ماشيه عال والحمد لله. انا انتهيت من تصميم جزء كبير من الموديلات الجديده. شيء جميل، موديلات مبتكره. ها، ولسه الباقي اللي بنشتغل فيه. احنا عايزين نثبت في المعرض ده ان الذوق المصري احسن بكتير من الذوق الاجنبي. ان شاء الله هنقدم موديلات فساتين نسبق بيها موديلات اوروبا، واحنا اللي هنخليهم يقلدونا. ده اللي انا عايزه، لان العالم دلوقتي
أصبح ينظر لنا كأم ناهضة لها كيانها وحريتها. اطمئن يا أستاذ أحمد، أنا حكون عند حسن ظنك. متشكر. قول لي يا سي أحمد، أنت اديت عربون للتاجر بتاع صحنة السكروطة؟ لا ما اديتوش. ليه؟ الحمد لله. اسمع، اطلعي بقى عن سعر البضاعة دي. ايه السبب؟ انا عرفت من مصدر موثوق منه ان في 5 مراكب تانيين غير الخمسه الاولانيين بتوع مصطفى، فاهم، محملين سكروطه. عارف يعني ايه؟ يعني الصف هيبقى مرطرط في السوق وبالتراب الفلوس. لكن انا اديته كلمه. الحاشا مستحيل، وانا ما اسمحلكش انك تكون اخلاقك بالشكل ده. الانسان بيتربط من لسانه. متاسف، انا بس علشان خاطر عارف انك هتخسر خساره كبيره جدا لو تمت الصفقه دي. لازم تفهم ان التجاره مكسب وخساره، وانا لما اخسر كل ثروتي ما غيرش كلامي. يا سيد مصطفى، انا بعتذر لك عن شراء نص شحنه السكروت. افندم، لا مش لازماني. انت مش عارف ان في 5 مراكب تانيين غير بتوعك جايين في السكه ومحملين سكروتها برضو؟ يعني سعرها هيبقى برخص التراب. هي دي كلمه الشرف بتاعتك يا سيد زكي؟ طيب معلش، انا هتحمل البضاعه. لا يا سيدي، انا ما اقدرش انزل السعر لانه متكلف عليا كده. إذا حبيت تديني نص الكمية بنص تمنها أشتريها وأمر إلى الله. يعني مش عايز؟ على كيفك، أنت حر. رباح، تصوروا إنه عايز يستكردني ويضحك على عقلي زي ما ضحك على عقل أحمد مؤمن ولزق له نص كمية السكروتة؟ أيوه، لكن الواحد لازم يحترم كلمته. بالعكس، الواحد لازم يزوغ عند اللزوم. لا يا ابني، أنت غلطان. صحيح أنت كسبت فلوس، لكن خسرت ثقة الناس، ورأس مال التاجر هي الثقة. نهايته، نقفل الموضوع. انتوا دريتوا ان احمد هيعمل معرض للازياء؟ ليه؟ هيعرض فساتين؟ ايوه يا سيدي، وانا متوقع له الفشل الذريع. ليه تكره الخير للناس؟ ليه ما تتمنلوش النجاح؟ انا بتمنى النجاح للناس اللي عندهم عقل، اما الغشيم اللي زي سي احمد مستحيل ينجح في اي عمل. انا مش من رأيك يا زكي، انا متأكد من نجاح احمد ان شاء الله، ونحن رايحين المعرض ونشوف اذا كان يفشل ولا ربنا يكتب له النجاح. اهلا يا زكي. ازيك يا سيد فريد؟ الله يحفظك. ايه رايك يا بطل ان ال5 مراكب اللي قلت لي عليهم محملين سكروته طلعوا شاش؟ شاش؟ ايوه شاش، واحمد مؤمن اللي هيكسب مكاسب هايله من السكروته اللي اشتراها منه. ليه؟ هو اشترى الكمية كلها؟ طبعا، الراجل الدغري اللي زي احمد هو اللي دايما ينتصر. عن اذنك يا جامد. مبسوط يا استاذ زكي؟ يعني فكرك ان احمد هيفوز بالسكروتة لوحده؟ فاز واللي كان كان. طيب، انا هعرف ازاي اخد منه نص الكمية. ما بقاش زكي ان ما عملتهاش. أفكار، تعالي. أستاذ أحمد. أهلا، إزيك يا سيد زكي؟ إزيك يا عمي؟ الله يحفظك يا ابني. أقدم لكم أفكار مراتي سعاد هانم. تشرفنا يا هانم. أهلا وسهلا. ميرسي، ما تتفضلوا تقعدوا معانا. نقعد مع بعض قوي، لأني زعلان من أحمد وعايز أعدي. ليه لا سمح الله؟ لأنك يا أخي من النهاردة فتحت المحل محدش شافك، إيه الحكاية؟ أنت عارف أشغال الواحد كتير، وأنا ما استغناش. أنا سعيدة جدا بمعرفتك يا سعاد هانم. ميرسي قوي. سيداتي، آنساتي، سادتي، تتشرف إدارة محلات أحمد مؤمن بأن تقدم لكم أحدث الأزياء في هذا الموسم، ولنبدأ الآن. فستان سبور، كاروهات أصفر وأسود، صوف خفيف، جيب كلوش، ومن الأمام ليسي سولاي. الكورساج بكم جابوني طويل محلى ب6 زراير كبيرة مكسوة بالقطيفة السوداء. من الخلف كسرة على شكل سفرة يغطي الرأس بشرب أصفر. تيار بوغ بنفسجي غامق، جيب كلوش، الجاكيت بياءة مرتفعة ويقفل بزراير كبيرة من الصدف، مشغول بالقصب الذهبي والفضي ومرصع بقطع من الصدف الجميل.
يغطي الرأس تربون من التيل البنفسجي ويحلى بدبوس من اللولي. الشنطة على شكل علبة من لونين معدن ذهبي مع العاج البني. فستان سواري أبيض جيب دوبل كلوش واسع جدا من قماش ستان دوشاس يعلوها كلوش بكسرات ويقفل من الخلف بفيونكة عريضة كورساج عاري الأكتاف ويلبس معه بليرو بأكمام طويلة والكل من القماش الحرير المطرز بالأزرق. الرأس يغطيها طرحة من الدانتيل الأبيض. بلطو إيفازي من القطيفة البيضاء الأكمام جابوني بصفرة دايرة تقفل من الأمام بإشارب طويل من القطيفة السوداء المحلى بها الصفرة والأكمام. فستان كوكتيل أحمر وأسود قطعتين من قماش السيريه اللامع جيب دوبل كلوش الكورساج بدون أكمام البليرو بياقة عالية وكم طويل. الشنطة من الأنتيلوب الأسود كروازي بفرنسا. موديلات مدهشة يا أستاذ أحمد. عجبتك صحيح؟ في منتهى الذوق والجمال. برافو يا أستاذ أحمد، ذوقك سليم جدا. متشكر. تسمح تحجز لي البلطو والفستان الأخير يا أستاذ أحمد؟ بس كده بكل سرور، وبكرة يكونوا عندك في البيت. دول هيكونوا عليكي شيك جدا، لازم نشوفك بقى وانت لابساه إن شاء الله. طب إيه رأيك يا أستاذ أحمد لو تتعشوا معانا بكرة؟ والله عافيني، مفيش لزوم. مفيش لزوم إزاي؟ لازم تتعشوا معانا، أنت والهانم. الهانم ما عندهاش مانع. أبدا، بكل ممنونية. خلاص يا أستاذ أحمد، الهانم موافق، وطبعا أنت موافق كمان. طبعا، علشان عايز أتكلم مع سعاد هانم بخصوص الموديلات. إذا إحنا في انتظارك. مساء الخير. يسعد مساك، كويس إنك جيت بدري. يلا بقى غير هدومك علشان نروح لسعاد. مش حاضر أروح عشان تعبان شوية. الله، هو ده وقت تعب؟ ويعني بإيدي. لكن الناس مستنيين يا أحمد. معلش اعتذرهم بالتليفون، واديني أسبرين أوام. يا دماغي. مش تستنى شوية يمكن الأسبرين اتفوقت؟ مش معقول. ما خدها بالمية. نهايته. ألو، سعاد هانم موجودة؟ أنا أفكار. أهلا أفكار هانم، يا مساء الخير. عيان؟ إزاي الكلام ده؟ لا 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 لا، ملوش حق يعني النهاردة. على العموم سلامته، بس أنا زعلان اللي ضاعت مني الفرصة السعيدة دي. قصدي كنت عايز أأتنس بيكوا الليلة دي. كنا عايزين نقضي مع بعض ليلة من أسعد ليالي العمر. طيب ما تيجوا انتوا شوي. أيوه نيجي أوي. يا سلام، أنا أتمنى أشوفك كل يوم كل ساعة. أنا مش عارف قلبي ليه انفتح لك بالسرعة دي. من إمتى؟ من ساعة ما شفتكوا في المعرض. بعد ما عندنا أنا كمان قلبي انفتح لكوا أوي. انتوا لو شرفتونا النهاردة هكون سعيدة جدا. ده أنا اللي هكون سعيد الحظ. يا سلام، ده انت الرقة، ده انت الظرف، ده انت الأنس اللي في الدنيا كله. وأنا حاجيني نوم لما أطمن على صديقي. أنا جاي حالا. مرحبا. أنا بتتكلم مع مين في التليفون؟ دي أفكار مرات أحمد بتعتذر عن العشاء عشان أحمد عيان. عيان؟ أيوة، ومن الواجب نروح نزوره أحسن بعدين الفرصة تروح منه. فرصة إيه؟ عايز أبلفه عشان أخد منه نص كمية السكروتة. آه،
هو انت كنت عزمه عشان كده؟ امال يعني عشان سواد عيونه؟ افتكرت عزمه عشان الصداقه والزماله اللي بينكم. صداقه ايه وزماله ايه يا هانم؟ المصلحه، المصلحه قبل كل شيء. ما كنتش عارفه. جاتني فكره، هو عيان ودي مناسبه كويسه قوي عشان نزوره ونطمن على صحته. يلا يلا استعدي للخروج. لا روح انت، انا مش هقدر اروح. ودي تيجي يا حلوه، مش عيب تعرفي ان احمد عيان ولا تروحيش تزوريه؟ انت عايزه مراته تاخد على خاطرها منك؟ لا لا، لازم تقومي بالواجب. يلا 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 بينا يا حلوه، يلا نروح. يلا 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 كده يلا كده عشان مراته ما تزعلش. سلامتك يا استاذ احمد. متشكر يا سعاد هاني. ما جبتش دكتور كشف عليك ليه؟ مفيش لزوم لدكتور، ان شاء الله بكره ابقى كويس. اصل احمد عمل مجهود كبير قوي في المعرض. فعلا. الا قول لي عملت ايه مع التاجر بتاع السكروته؟ خدت منه الكميه كلها. تعرف انه كان عايز يوقعنا ببعض، لاني بعد ما حجزت منه نص الكميه واتفقت معاه على السعر رجع تاني في كلامه وباع لك الكميه كلها. غريبه، بس هو قال لي غير كده. ده راجل منافق، انت مش عارفه؟ الله اعلم. على العموم انا تحت امرك. يعني ممكن تستغنى عن نص الكميه ولا ده يضايقك؟ ازاي يا اخي، الناس لبعضها، البضاعه موجوده، خد اللي انت عايزه. الف شكر. تحب اجي لك امتى؟ وقت ما يعجبك. البضاعه في الجمرك. والله انا بقول خير البر عاجله، هاجي لك بكره عشان نخلص الشغلانه قبل ما نسافر لبنان. لبنان؟ انتوا هتسافروا لبنان في الشتاء يا سعاد هاني؟ ايوه، خالتي عزمانه عندها. اظن هناك الشتاء برد قوي والصيف اجمل. بالعكس انا تعجبني في الشتاء اكتر. يا سلام على مناظر التلج، تجني فعلا. والله حقكم تسافروا عشان تتفسحوا شويه. فكره مدهشه، انا احب منظر التلج جدا. احمد، ايه رايك لو تسافر على الاقل تريح اعصابك من كتر الشغل؟ ما اقدرش اسافر واسيب المحل لوحده. ما هو جميل هيبشر كل اعمالك لغايه ما نرجع. بعدين بعدين، مش وقته. هو كل حاجه بعدين بعدين، ليه ما نسافرش؟ وبعدين يا افكار، نستأذن بقى عشان ترتاح شويه. شد حيلك. متشكر يا سعاد هاني. لا بأس عليك، أشوفك بكرة في المحل إن شاء الله. أنست وشرف. بتتحداني يعني؟ ليه خير؟ بتتجاهل حضرتك؟ بتجاهل ايه؟ انت مش عاوزنا نسافر لبنان؟ طبعا. يا سلام، هي سعاد احسن مني لما تسافر تتفسح ولا لا؟ سعاد خالتها من لبنان ورايحه تزورها. واحنا يعني مش هنلاقي لوكندات ننام فيها؟ انا عندي شغل وما اقدرش اسافر. وانا لازم اسافر. دي ما كانتش كلمه قالوها. انا ماليش دعوه، هنسافر يعني هنسافر. بقى اسمعي، انت رجعتي لي عشان تحطمي اعصابي؟ انا مش فضيلك وعايز اشوف شغلي. كده؟ طب شوف شغلك بقى وانا مش قاعده لك في البيت. بتعمل ايه؟ بلم هدومي ومش قاعده لك. يا بنت الحلال اخذ الشيطان الله يهديك. يا نسافر يا نتطلق. هو حرام لما تريح نفسك من الشغل وتفسح ابنك علشان يغير هوا وصحته تتحسن. انت مش عايزه تسافري عشان خاطر ابني ولا علشاني، انت عايزه تقلدي غيرك وتمشي كلامك وبس. يعني هو حرام لما تطوعني؟ احنا عايزين نتفسح زي كل الناس اللي خلقها ربنا. يعني ماليش خاطر عندك يا احمد، كتر خيرك. والله عال. أحمد أحمد، خلينا نسافر علشان خاطر ابننا، علشان خاطر ممدوح. يعني برضو عايزة تمشي كلامك؟ لا يا حبيبي، أنا عايزك توافق بخاطرك مش غصب عنك يا حبيبي. ودي حتكون آخر مرة تخلفيني فيها؟ أيوة يا حبيبي، خلاص هتكون آخر مرة، هعيش طول عمري تحت أمرك.
ما حبيتك لا 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 عليك القمر لا لا حاجي توقف ع دربي خلي الغزالة بحالة ما حبيتك لا 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 قلبي ما يريد حبك مش طالب الايد لا لا قلبي ما يريد حبك مش طالب الايد روح وخليك عني بعيد للحلوي ما بتحلى لا 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 ما حبيتك لا 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 ما حبيتك لا 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 عليك القمر لا لا حاجي توقف ع دربي خلي الغزالة بحالة ما حبيتك لا 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 دشرني تركني بحالي مشغول بغيرك بالي دشرني تركني بحالي مشغول بغيرك بالي تركني مالك ومالي روحي غيرك موالة لا 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 ما حبيتك لا 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 ما حبيتك لا 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 عليك القمر لا لا حاجي توقف ع دربي خلي الغزالة بحالة ما حبيتك لا 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 دخلك شو بدك مني تركني لا تحكي عني دخلك شو بدك مني تركني لا تحكي عني روح حني الغير وغني واسع الدنيا مجالة لا 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 ما حبيتك لا 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 ما حبيتك لا 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 لو عليك القمر لا لا ما حبيتك لا 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 لو عليك القمر لا لا حاجي توقف ع دربي خلي الغزالة بحالة ما حبيتك لا 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 فعلا صوتك مدهش يا سعاد هانم انتوا بتبالغوا قوي بالعكس ده انت صوتك ملائكي انت لسه سمعت حاجة ده انا بكرة هخليها تغني في السينما والإذاعة نمشي احنا بقى يا أفكار عشان ممدوح يستريح أوام كده احنا لسه ما شبعناش من بعض يا أحمد الأيام جاية كتير يعني نروح نتحبس في الأوتيل من دلوقتي ما هو ممدوح مبسوط مع المربية بتاعته مش نتفسح لنا شوية خليها وقت تاني وليش ما بيصير هلأ مفيش لزوم نتعبكم يمكن تكونوا مرتبطين بمواعيد أبدا أبدا يعني احنا جايين لبنان عشان ايه مش عشان نتفسح طبعا يلا بينا مناظر جميلة بالشكل ده ده انا اللي ما كنتش متصور اننا هنقضي مع بعض وقت جميل فعلا قضينا اوقات سعيدة جدا احنا لازم كل يوم نكون مع بعض يا ريت شوفك ليه سرحانة؟ سرحانة؟ لا أبدا شو عم بتفكري بأحمد؟ أنا عارفة إنه ماليش حق أفكر فيه لأني متجوزة وهو متجوز لكن غصب عني مفهوم بتشوفيه بيخفق قلبك بتسمعي صوته
بيسرح عقلك باحلام الهوى. هذا بيحصل دايما بين المحبين المحرومين. انا بعمل المستحيل عشان انساه. انت ظلمتي نفسك بجوازك من واحد ما بتشعري نحوه باي عاطفه. ويا ريته بينصفني، ويا ريته بيرعاني بعطفه وحنانه. يمكن كنت ألقى في حنانه السلوى اللي تنسيني حب احمد. لكن زي ما انت شايفه دايما بيستهتر بشعوري وعواطفي. انصحيه. يا ما نصحته لكن ما فيش فايده. عم بغني، انا راح اتركك. مستاهل عرق اللبناني يا مدموازيل سميحة. ليش تأخرت لهلأ؟ أنا حر، عاوزين تحبسوا حريتي في البيت ولا إيه؟ تخيل سرمايتك وطي صوتك، هلأ بيصحى بيي. مش هعلي صوت، هوطي صوت. تصبح على خير. تصبح على نقالة إن شاء الله. سعاد، أنت لسه ما نمتيش؟ أنت هتيجي كل ليلة بالشكل ده. ماله الشكل ده؟ وحش؟ مش عاجبك؟ بعمل كده لما ترجع مصر، مش في بيوت الناس. يعني ايه؟ انت ايه اللي بيخليك تسكر كده؟ انت اللي بتخليني اسكر. هو انا متجوز؟ انا مش حاسس ان في واحدة ست. انت مش الست اللي تملى عيني انا. بتقول ايه؟ بقول انك تمثال بارد ما فيهش اي جاذبية، ما فيش اي حرارة. انا عايز واحدة ست مدردحة. اسمعي، ايه رأيك في احمد؟ احمد ماله؟ عايش سعيد، عايش في جنة، مراته واحدة ست مدردحة تفهم الدنيا. يا بختك بمراتك يا احمد، ده انت اسعد انسان في الدنيا يا كده على طول من غير مقدمات. انا احب اخش على طول في الموضوع من غير مقدمات. طيب اديني جيت لك اهو في معادك. كنت عايزني ليه بقى؟ كنت عايزك ليه؟ اه يا ستي، انا هقولك كنت عايزك ليه. اتفضل. عايزك عشان اقولك ان جوزك احمد يعتبر انسان سعيد جدا. وايه السبب؟ لانه متجوز مخلوقة لطيفة وجميلة زيك. وايه كمان؟ ويجب انه يحسد نفسه على السعادة اللي هو فيها. وايه كمان؟ ده انا لو كنت منه ما كنتش اعيش بيكي على سطح الارض، كنت اخدك واطير بيكي في السماء السبعة. ده ايه الكومبليمون ده كله؟ انت هتخليني اتغرف نفسي قوي. اتغري اتغري زي ما يعجبك. تقدر تقوليلي مين جمالها زي جمالك؟ مين قوامها احلى من قوامك؟ لا لا لا، انت بتبالغ قوي يا زكي. ده انت عبارة عن فتنة طاغية، جاذبية تسحر العقل. يا بختك يا احمد، طول عمرك محظوظ. طب ما انت كمان متجوز ست جميلة ولطيفة. بس ما تجيبليش سيرتها وحياتك، خليني اتمتع باللحظات الجميلة اللي انا شايفك فيها قدامي. ليه؟ هي مش عاجبك في ايه؟ سعاد اللي انت بتقولي عليها جميلة ولطيفة دي، يمكن ما تصدقنيش اذا قلتلك انها عبارة عن صورة من غير روح. ازاي بقى؟ الراجل اللي زيي عايز واحدة تفهم الحياة كويس، تلبس له فستان يظهر جمالها وجاذبيتها. والله يا زكي محدش مبسوط في حياته. ليه؟ انت كمان تعيسة في حياتك؟ يمكن اكتر.
اللي انت كرهه في مراتك انا كرهاه في جوزي بالظبط. يعني مش سعيدة معاه؟ انا اتعس مخلوقة في الدنيا. بس احساسي كان دايما يقول لي كده. جميلة. انت سمعتها؟ طبعا. مالك؟ يظهر اني ازعجتك. لا ابدا، انت لوحدك زي ما انت لوحدك. انت دايما بتيجي هنا في المكان الساحر ده؟ كنت باجي هنا كتير، بس اخر مرة كان من 3 سنين تقريبا. واللي جابك هنا دلوقتي حنين الماضي؟ فعلا كان لي هنا ذكريات كانت أصعب أيام حياتي. وليه تجي هنا إذا كان المكان ده بيفكرك بذكريات مؤلمة؟ رغم إنها مؤلمة وفيها عذاب، لكن أحيانا النفس بتسعد بذكريات الماضي. حاجة غريبة، أنا ما كنتش أتصور إنك عاطفية للدرجة دي. كنت عاطفية وعشان كده صدمت في حياتي. انت بتقولي ايه؟ صدمت في حياتك؟ الواحد ما بيملكش من امر نفسه حاجه، بيتخطب لواحد
وبيحب التاني ويتجوز التالت. كنت بتحبي من غير امل؟ ده كان اول حب ليا، وما كانش عندي التجارب الكافية في الحياة، عشان كده ما قدرتش اتحمل الصدمة، لدرجة اني اعصابي انهارت وعيت بمرض شديد قوي. ليه؟ هو ما كانش بيبادلك عواطفك؟ ما اعرفش. ما حسيتيش انه بيحبك؟ كنت فاكرة انه بيحبني، عشان كده فسخت الخطوبة. وبعدين؟ وبعدين عرفت انه متجوز. متجوز؟ مين هو؟ هو انت تعرفه كويس. انا اعرفه؟ ايوه، احيانا الانسان ما بيعرفش نفسه. سعاد، قصدك ايه؟ انت يا احمد. انا اللي كنت بتحبيه؟ مش ممكن، مش معقول. ده انا اللي كنت بحبه. احمد، انت بتقول ايه؟ مش ممكن، كنت بتحبني. اقسم لك اني ما حبيت في حياتي غيرك. كفاية كفاية، انا اتعس انسانة في الدنيا. انت ما تتصورش انا اتعذبت في حياتي قد ايه. سعاد، لو كنت اعرف انك بتحبيني، لو كنت متأكد. كنت هتعمل ايه؟ ربنا عايز كده، عايز ما نكونش البعض. ايوه، احنا انكتب علينا نتحرم من بعض طول العمر. احمد، انا بحبك، روحي وقلبي وعقلي ملكك، انا مش قادره اعيش من غيرك. سعاد، لازم ننسى كل اللي قلناه، احنا دلوقت زي الاخوات تمام. ما تنسيش اننا متجوزين، جوزك صديقي وانت صديقة مراتي. عندك حق، اسمتنا كده. كان يصدق اننا نحب بعض من اول نظرة؟ يا ترى الكلام ده صحيح؟ انت حاسة بيه؟ حاسة باني مبسوطة وانا معاك، وانا حاسس باني اتخلقت النهاردة من جديد. يعني بتحبني بجد يا زكي؟ بحبك مش كفاية، ده انت لخبطت كياني من اول ما شفتك. بس حاسة انا لما بحب ببقى خطر قوي. وانا اموت في الخطر. لك يا حبيبي. احمد، بايدك انت تعستي وشقايا، وبايدك سعادتي وهنايا. هنكون في سعاده ان شاء الله. ان شاء الله.